تويتر تواجه أمرا قضائيا يطالبها بكشف مراسلات أحد مستخدميها. وكانت إحدى محاكم نيويورك قد طالبت موقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن تغريدات أحد الناشطين في احتجاجات حركة احتلوا وول ستريت العام الماضي. تويتر قالت إن شروط استخدام الموقع تنص على أن كل مستخدم هو المالك لتدويناته. بدأت هذا الأسبوع في ألمانيا محاكمة شخص يشتبه بأنه رئيس موقع كينو دوت تو المخصص لتقديم خدمات فيديو حسب الطلب. الادعاء وجه اتهاما للرجل الذي يعرف فقط باسم ديرك بي بانتهاكه لقوانين الملكية الفكرية. وقد تم إغلاق الموقع الذي كان يستقبل آلاف الزوار يوميا خاصة من ألمانيا والنمسا وسويسرا. بعد صفقة شراء شركة إنستغرام، فيسبوك تبرم ثاني أكبر صفقة استحواذ لها في مجال تطبيقات الهواتف المحمولة هذا العام. وقد أعلن عن الصفقة الفريق الذي أطلق تطبيق غلانسي، وهو تطبيق ينبه المستخدم إن كانت معارفه على مقربة منه. وافقت ولاية نيفادا الأمريكية على تطبيق تجربة جوجل لسيارات دون سائق على شوارعها العامة. ويعد هذا هو الترخيص الأول من نوعه في الولايات المتحدة وفق لوائح وقوانين جديدة. وستكون سيارة تويوتا بريوس المعدلة من قبل جوجل أول سيارة بدون سائق تطوي الشوارع الأمريكية.